أمل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعد لقائه سفير مصر محمد مصطفى توفيق لو يترك حزب الله الدولة بحالها لأنها هي المولج الحفاظ على مصالح اللبنانيين. كلام جعجع جاء ردا على سؤال عن قول أحد مسؤولي حزب الله أحقية تنقيب لبنان عن الغاز والنفط في منطقته الاقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأمم المتحدة. حتى هن مش مستعدين يتركوا الحكومة يلي هن شكلوها إنها تمثلوا لك بالوقت يلي نحن عم نبدأ استعدادنا إنه الحكومة اللي هن شكلوها يا خي هي الدافع عن مصالح الشعب اللبناني برضو هن ما بدهم يخلوها. بركي بيفكوا شوي عن ظهر النفط وظهر الغاز وظهر المنطقة الاقتصادية وبيتركوها للدولة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية هي واحدة مولجة بالدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين. وإذا الشباب بحزب الله بيعتبروا أنه خلاص الدولة اللبنانية حتى بحكومة هن شكلوها مش صالحة، لكن هذا صار بحث آخر، صار بنبحث عن وطن آخر بتركيبة أخرى بشكل آخر، وطبعا نحن منا هون ولا عندها النقطة بالذات. وعن تمويل المحكمة الدولية أشار جعجع إلى أن بعضهم يرفض مفهوم المحاكم حتى المحلية منها. تأسفك اليوم عم بسمع لواحد من الوزراء عم بيقول انه هيك هيك يعني اذا مولنا ولا ما مولنا المحكمة مستمرة، بقى لانه المحكمة مستمرة خلينا نمول، ما هيك تما نتعرض لعقوبات من المجتمع الدولي، كأنه ما في سبب اصلا لوجود المحكمة الدولية. انا احساسي في بعض الفرقاء بلبنان ما بدهم اصلا، كل مفهوم المحاكم ما بيركب براسه، حتى المحاكم المحلية ما بدهم اياها. واكبر دليل اعتراضهم على بعض الأحكام اللي صدرت مؤخرا، وكأنه بدهم لبنان يضل بهيك غابة فالتة، ومين ما بحب يقتل التاني يتفضل، وإذا هيدي ما فيها أرفع مقاييس العدالة مين بده يكون عنده أرفع مقاييس العدالة؟ منروح يعني على قضاء القضاء المحبب لعندهم، قضاء السوري تبع شو دزور. دخلكم بالمناسبة وين صاروا شو دزور؟ وين صاروا؟ ما أسقطوا حكومة بكاملة على أساس شو دزور. وين هلأ شو دزور؟ بطل في شو دزور هذا، تقلك انه اصلا لا في شهود زور ولا في، كلها هيدي سوا حجج تيتخلصوا من المحكمة الدولية من جهة ومن الحكومة من جهة تانية. جعجع اسف لحوادث مصر مرحبا بقرارات مجلس الوزراء المصري التي اتت لتعالج المشكلة بعمقها كما قال. قرارات واعدة، الحكومة عاطي حالة مهلة اسبوعين لاقرار هالقوانين من قبل المجلس العسكري، وبالتالي فينا نكون ملنو بالمبدأ متفائلين انه عم ببلش تنحط الاصبع على الجرح بخلاف اللي كان يصير بالسابق. الى ذلك دعا رئيس الهيئة التنفيذية جميع المواطنين للمشاركة بالحفل الذي تقيمه الجمعية اللبنانية من اجل السجون اكثر انسانية، والذي يعود ريعه لمساعدة الجمعيات العاملة في هذا المجال.